سأوصي بوصية تتكرر مني كثيرا، لكن أظنك يا أخي لو عملت بها أفلحت، وهي في ثلاث: لا تصبح يوما وقد خلا ليلك ولو من ثلاث ركعات لله، ولا يمضي عليك يوم لم تقرأ فيه ولو آية من المصحف، والثالثة: لا يمضي عليك يوم لم تسد فيه برا إلى والدك أو والدتك. كل ما قلته يبقى سبب، وقد ينفعك الله به وقد ينفعك الله بغيره، وقد ينفع الله من لم يحضر ولم يرني ولم يسمعني، ويحرم من قد حضر وسمع، لأنه لا أحد يهدي إلا الله. أسأل الله لي ولكم الهداية، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.